اهلا بيكم عليكم في كورس اهاب في قناه كوبيو. طب يا جدعان النهارده هو باقي كام ساعه على عيد ميلادي؟ الساعه 9. باقي كام ساعه على عيد ميلادي اليوم اللي اتولدت فيه؟ انا طبعا البيت فاضي، اهلي مسافرين عشان ما بتزعل من الحركه دي. تقول لي تيجي تصور ايه في البتاع دي؟ قاعدين قفلنا. طبعا انا عيد ميلادي السنه دي، انا اهلي مسافرين، انا قاعد في البيت لوحدي. هما يرجعوا كمان اسبوع، اللي هم مسافرين 3 ايام ولا حاجه، فيقعدوا اسبوع ولا 10 ايام تاني. فانا قاعد في البيت لوحدي، فالنهارده عيد ميلادي، فبكره يعني الساعه لسه ما جاتش 12، فبكره عيد ميلادي. فانا مبسوط الصراحه النهارده، مش هعمل عيد ميلاد بقى وهيصه وبتاع، انا هعمل عيد ميلاد ليا انا عادي. يعني هجيب بتاع اللي هو الصاروخ دوت وتورته اي حاجه وبتاع، وانا كده اصلا الفلوس دي انا شغال بيها. انا معايا اشتغلت ب 300 جنيه يعني بفلوس الشغل، فهشتري مثلا تورته ب 200 ومثلا 100 مثلا، اشتري هديه لنفسي، اخرج مثلا، او انا اصلا انزل شغل دلوقتي عشان ايه مثلا اجمع 50 جنيه ولا حاجه، ويبقى معايا 350 فاشتري حاجات اكتر. بس خليكم معايا اروح الشغل دلوقتي، او مش عارف يعني اروح الشغل دلوقتي ونرجع نشوف هنعمل ايه. فخليكم معايا. قاعد في الشغل اهو، طبعا اول محل او قاعد في المحل، قاعد بس هتصور على العجله. معايا اوردر، اول اوردر اطلعه يعني، نطلع الاوردر. المشكله ما بيمشي صور في الشغل، بس انا اصور لكم بلوج هنا في الشغل، اصور لكم بلوج الشغل ومش عارف ايه. بس هصور لكم بلوج بس، لا يعني هو مش بلوج الشغل ده، هودي الاوردر بس ونشتغل وهجيب اكل عشان اروح اكل وانام. بكره بقى يوم طويل وبتاع، خليكم معايا. صحيت الصبح يا جدعان، اشتغلت ونمت، فالمفروض دلوقتي الساعه داخل على 8، 7:30 باين، فهخش استحمى واطلع ونروح على الكنيسه. يلا بينا. وجهزنا يا جدعان، انا اهو لابس بنطلون ابيض وكوتش بني وقميص اسود، مظبطين الدنيا. فيلا بينا في الكنيسه. ماشي اللي اتهرجت على القبر، يا جدعان بصور مش يا جدعان مش عارف هو مفيش حد سأل عليا، محدش يعرف ان عيد ميلاد اصلا النهارده، وعادي هروح اجيب الحاجات دلوقتي عشان نبدا نعمل عيد ميلاد. وخليكم معايا. اهو يا جدعان نجيب الاكل، طبعا على طول حاجه صورته اساسي، عادي يعني هجيب اللي هو من دوت مش السر. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from. طب يا جدعان جهزت كل حاجة، جبت الأكل وجبت كل حاجة وجبت هدية جميلة جدا، يعني من أهم يعني أهم هدية في حياتي. جبت هدية كان نفسي فيها من زمان، ويا طول اهم حاجه اصلا في الفيديو دوت، وهو السبب اللي خلاني ما اعملش عيد ميلاد وحفله وازيكم واصرف واعمل وبتاع. انا بس هجهز القعده عشان نقعد نفتح الهدايا اللي انا جبتها لنفسي، ونقعد كده نشوف ايه الدنيا. مش عارف. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدا الليله. تعالى راح بقيت حاجات وجاي. ثانية واحدة. عرسنا الزين وعرسنا الزين وعروسته حلوة وجميلة. جبنا بيت حاجات، ما في كيس انا ضيعتها كده. يا طول جبنا كل حاجة، فتمام نبدأ بقى نفتح الحاجات ونرجع تاني. We'll be right back.
بجد نخش كل الحاجات ديت. فات احنا في محاوله نفس البلدين. بس انا ما اعرفش انفق يعني، انا بعرف انفق بس ما اشرب. هنحاول. دي بتولعها يا عم، بس ميزتها ان هي بتشتغل مرة يعني، تفتح مرة واحدة ما تقفلش. بصوا ما تفتحش تاني خلاص كده. طب يا جدعان كنا اشترينا ولاعة اتش، انا هزعل، انا هزعل احنا من العيال. لا يا ابن فصل. ايه 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 ايه. ماشي ربنا يخليك. الله هديه جميله. وانتوا طيبين يا جماعه، وانتوا طيبين، شكرا ان انتوا جيت النهارده. ده بقى والله انا ما اشتريتش. ليه بقى؟ يلا الحمد لله. ما هو الطرطة بتاعتي فاكل براحتي. أحلى حاجة بقى في الحوار دوت إن أنا آكل براحتي بقى، آخد حتة كبيرة حتة صغيرة براحتي، محدش يعرف يتكلم معايا ومش عارف إيه وبتاع. جبنا هدية يا جدعان، الهدية أهي جبتها لنفسي عشان يعني أنا مش عارف أصلا. طبعا مش هوريكم إيه اللي في الهدية دلوقتي، هوريك في آخر الفيديو. إديني إديني الموضوع ممتع بس ان انا اكل براحتي ومحدش هيتكلم معايا فالحوار جامد. عايز اخش كلمه هاري بير زي كيرو دي، عايز اقطع الحته الصغيره دي، مش هاخد حته كبيره يعني، هي حته صغيره مش هاخد حاجات كتير ما تخافوش يعني، هي الحته الصغيره عشان عامل لايت وبتاع. ناخد دي برضه عشان الحرارة يعني. يا لهوي ده انا بعيد. ايه الطعام دي؟ كده يا عمر، انت حلاوه كده.
بجد يعني يعني واو. طبعا اللي بيتقفوا يا طب اللي بيتقفوا ما بيتفرجوش يا جدعان عشان الفيديو ده مش لا يا مس يعني ليه يا جدعان بصوا لي ليه كده؟ يلا اربع البنطلون انا لسه مش بادش انا عايز اكله انا ممكن اخلص كل عادي يا ده ده مهرجان يا جدعان في معلقه بقى كابتن كنت بقول له وعاد اكل قطعه جاتوه راح خض كده وقال لي لا الجاتوه ده القطعه دي تاكلها. طب يا جدعان تاني معلش اني اخرت عليكم بس اللي انا اخرت جامد الصراحه قعده بتاع حوالي 10 ايام على عيد ميلادي اللي انا المفروض اصلا يعني فعلا عارفين عدى عليه 10 ايام. عموما انا جاي افتح معاكم الهديه طبعا الهديه اللي منتظرينها المنتظره اهم هديه في الدنيا حرفيا هي دي اللي عامل لها الفيديو هي دي السبب ان انا ما عملتش عيد ميلاد وعايز افهمكم ليه انا ما عملتش عيد ميلاد وليه انا مهتم بالهديه ديت اهم من اي حاجه ومكفياني عن اي هديه وحرفيا دي اهم هديه اصلا دي اهم حاجه في الدنيا ودي اللي احنا عايشين عشانها. فطبعا اظن كلنا عرفنا ايه الهديه ديت. الهديه ديت هي الهديه هي كتاب مقدس علينا ايوه هي دي الهديه طبعا يعني احلى هديه. الهديه دي الحلو فيها ان هي موجوده في كل بيت فانت مش محتاج تنزل تشتريها مش محتاج تروح في حته تشتريها او اي حاجه. طبعا انا لسه صغير على حوار ان انا ابشر بالمسيحيه وبتكلم عن الكتاب ده واتكلم عن قد ايه هو كويس. انا لسه برضو ما اعرفش عنه حاجات كتير لسه ما قريتش حاجات كتير لسه انا عايز اقرا عنه لسه عايز اعرف حاجات عنه. الكتاب ده حرفيا لو فضلت طول عمرك بتقرا فيه هتتعلم كل يوم حاجه جديده. فانصحكم انتوا يعني تقروه. هو انا مش انا اللي اقول ان الكتاب ده كويس او مش كويس لازم انت تجرب بنفسك تبدا تقرا تلاقي الحل الكلمه دي ما مش فاهمها تروح للمستاذ بتاعك لباباك لمامتك لابونا الاب كان اللي في اي كنيسه في اي مكان هتلاقي حد. ما لقيتش حد ابحث على جوجل ابحث على اليوتيوب هتلاقي ناس كتير جدا هتلاقي ابونا داود لمع بيشرح هتلاقي ناس كتير جدا مش لازم ابونا داود لمع بس في ناس كتير جدا مش عايز اقول اسماء وبتاع بس انت بنفسك ابحث. معلش المساحه خلصت وفي فرح باين او حاجه زي كده فبس اللي كنت عايز اوصله ان انت ابحث ودور واعرف الكتاب دوت الكتاب ده فيه حاجات كتير جدا والكتاب ده انا هعمل عنه قصص ان شاء الله وافلام وحاجات كتير وهطلع اتكلم عن الحاجات اللي انا استفدت منها. بس هو ده اللي كان عندي النهارده يا رب اكون فدتكم يا رب اكون وصلت لكم الرساله. انا عارف ان الفيديو جاي متاخر بس عادي هو مش عارف انا لما بخلص الفيديو مره واحده بنسى خالص انا بصور فيديوهات كتير اصلا وان شاء الله اول ما انزل دوت والاقي تشجيع في كومنتات منكم كومنتات حلوه وافكار جديده وكده هعمل فيديوهات اللي انا اصلا مصورها من زمان وهنزلها لكم واصور لكم فيديوهات جديده اصور لكم فيديو في الشغل ولوج الشغل وانزل فلوجات ثانيه اصور لكم تحديات وافلام وحاجات كتيره. بس معاكم الذهاب معاكم كيرو اهم حاجه في الفيديو دوت اهم حاجه في الدنيا اصلا. سلام.